السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. الرئيس الموريتاني يشرف على انطلاق الحملة الزراعية للموسم الجديد، ووزيرة الزراعة تقدم الإجراءات المتخذة لإنجاح الحملة. تواصل أعمال الأيام التشاورية الخاصة بإصلاح الصحافة في موريتانيا، والمشاركون يتوزعون على عدد من الورشات العلمية. انطلاق المؤتمر العام الثامن للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وسط حضور بعض الشخصيات السياسية والحقوقية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أشرف الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز في مقاطعة كرمسين بولاية ترارزا على انطلاق الحملة الزراعية للموسم 2016-2017، وقدمت وزيرة الزراعة لمينة متمومة أبرز الإنجازات التي قالت إنها تحققت خلال الموسم الزراعي المنصرم. اسمحوا لي أن أقدم لكم حصيلة موجزة لما تم إنجازه خلال الحملة الزراعية المنصرمة 2015-2016، وأهم النتائج المتحصلة عليها والتي من بينها تموين الأسواق بالمدخلات الزراعية من أسمدة ومبيدات للأعشاب الضارة، وذلك بأسعار مدعومة بنسبة 65% للتعاونيات الغروية و 40% للمنتجين الخصوصيين. مكافحة الطيور الآكلة للحبوب بمختلف الطرق المتاحة، صيانة المحاور المائية وفك العزلة عن بعض مناطق الإنتاج، تدعيم 253 حاجزا رمليا، حماية المناطق الزراعية من خلال توفير وتثبيت 591 كيلومتر طولي من السياج على 146 مساحة زراعية، توزيع 400 طن من البذور التقليدية مخصصة لمختلف الأنماط الزراعية المطرية، بالإضافة إلى 65 وحدة من آليات الحرث، 170 طن من مواد مكافحة آفات الجراد الموسمي ودودة السيزامية. وقد مكنت مختلف هذه التدخلات من زراعة. وأضافت بتمومة أن وزارة الزراعة اتخذت بعض الإجراءات من أجل ضمان نجاح الموسم الزراعي الحالي، كما عبرت عن السعي إلى استغلال 56 ألف هكتار في القطاع المروي و 230 ألف هكتار في شبه قطاع الزراعة المطرية. ما يتعلق بأهداف الحملة الزراعية 2016-2017، واعتباراً للخطة الوطنية للتنمية الزراعية وبرنامج العمل الثلاثي للقطاع للفترة 2015-2017، فقد تمت برمجة زراعة 286 ألف هكتار، بقية إنتاج 395 ألف طن من الحبوب الخام، وذلك عن طريق زراعة 56 ألف هكتار من الأرز، منها 30500 هكتار في حملة الخريف و 25500 في الحملة الصيفية، بإنتاج إجمالي متوقع يصل 280 ألف طن من الأرز الخام. زراعة 230 ألف هكتار من الحبوب التقليدية بإنتاج متوقع يصل 115 ألف طن، وتجدر الإشارة إلى أن هذه البرمجة يمكن أن تتأثر بعوامل خارجية كالظروف المناخية ومستوى التساقطات المطرية واستعداد المنتجين. ولضمان نجاح هذه الحملة اتخذ القطاع جملة من الإجراءات المصاحبة، منها توفير المدخلات الزراعية الضرورية مع استمرار دعم أسعار الأسمدة والمبيدات، صيانة المحاور المائية وفك العزلة عن مناطق الإنتاج، الاستمرار في مكافحة الآفات الزراعية. قال عمدة مقاطعة كرمسين رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل والهميد إن المعارضة استقبلت الرئيس محمد العبد العزيز في مقاطعة كرمسين لأنها معارضة مسؤولة تعارض البرامج والسياسات للأشخاص. وقدم والهميد خلال كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق الموسم الزراعي الجديد حصيلة الإنجازات التي قال إنها تحققت لصالح سكان المقاطعة. إن سكان مقاطعة كرمسين من الأغلبية كانوا أو من المعارضة جاءوا كرجل واحد ليرحبوا بكم، الأغلبية لأنها سياسيا يجب أن تكون حاضرة، والمعارضة لأنها معارضة مسؤولة وجمهورية، بمعنى أنها تعارض البرامج السياسية
للأشخاص، وكلهم آتوا ليستقبلوا رئيس الذي غير بالأفعال الملموسة. انطلقت بالعاصمة نواكشوط أعمال المؤتمر العام الثامن للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، وأشاد الأمين العام الحسن والبدو بدور الاتحاد في الدفاع عن المكتسبات الطلابية، مضيفا أن المؤتمر تم التمهيد له عبر انتخابات طلابية داخلية شارك فيها حوالي 5000 طالب. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا يطلق مؤتمره العام الثامن في نواكشوط بمشاركة حوالي 100 مؤتمر يمثلون مختلف مؤسسات التعليم العالي في البلاد. الافتتاح حضرته عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، إضافة إلى بعض الأمناء العامين السابقين للاتحاد. وأكد الأمين العام للاتحاد الحسن والبدو على مواصلة حمل هم النضال الطلابي ومواكبة مسيرة الحركة الطلابية الموريتانية سعيا إلى ما سماه صون المكتسبات وانتزاع الحقوق. ومواكبة مسيرة الحركة الطلابية عبر تاريخها الحافل المسطر بدماء الخلود من خلال أعمال هذا المؤتمر الثامن المنظم تحت شعار بالوعي والنضال نصون المكتسبات ننتزع الحقوق. المتوج لمسيرة عمرها 16 عام من تاريخ الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا الناصع والمكرس لمؤسسية راسخة ضحت الأجيال على مر التاريخ بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها حتى نتفيأ مع ظلالها اليوم في حفلنا هذا. لقد تم التمهيد لهذا المؤتمر عبر انتخابات داخلية ثامنة شملت مؤسسات التعليم العالي الوطني، شارك فيها حوالي 5000 طالب من مؤسسات التعليم العالي الوطني كافة، انتدبوا حوالي 100 مؤتمر لتمثيلهم في فعاليات المؤتمر، وهو ما يمثل فخرا لهذه المؤسسة بجو الديمقراطية الرائع والتنافس الإيجابي والبناء. ويسعى المؤتمر العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إلى مراجعة النصوص الداخلية للاتحاد وانتخاب قيادات جديدة تواصل السعي إلى الرفع من مستوى الوعي وتكريس ثقافة النضال وفق المشاركين. يمثل هذا المؤتمر الذي نفتتح أعماله اليوم ويستمر على مدى يومين فرصة هامة لتطوير عمل مؤسستنا ومراجعة النصوص الناظمة لها وتجديد دمائها بانتخاب قيادات جديدة تسهر على حمل الراية ومواصلة المسيرة التي انطلقت قبل 16 عاما بسواعد أولئك المناضلين المؤسسين واستمرت بفضل وفاء الأجيال اللاحقة وإيمانها بالديمقراطية واحترام النصوص. ويأتي المؤتمر العام الثامن للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا في ختام عام دراسي شهد العديد من الإضرابات والاحتجاجات الطلابية المطالبة بتوفير النقل وصرف المنح للطلاب في الخارج، كما عرف العام الدراسي احتجاجات لعشرات أساتذة التعليم العالي طالبوا خلالها الحكومة الموريتانية بتطبيق بنود الاتفاق الذي وقعوا معها قبل سنوات. ومعنا في الاستوديو محمد سالم والمحمد علي رئيس المؤتمر العام الثامن للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، أهلا وسهلا بك. بداية إلى ما يسعى المؤتمر العام الجديد للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية اسمحي لي أن أشكر قناة المرابطون على إتاحة هذه الفرصة. المؤتمر العام الثامن للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا كغيره من المؤتمرات هو يأتي نتاج طبيعي لتطور مؤسسة الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ومحافظتها على مؤسستها وعلى النهج الذي انتهجته منذ التأسيس حتى اليوم بتنظيم المؤتمرات في أجالها الزمنية القانونية حسب المسطرة القانونية والنظم المنظمة الناظمة للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، وبالتالي هو يأتي بهذا الأساس محافظة على المؤسسية وتكريسا لها. نعم، كيف يرى الاتحاد السياق الذي يأتي فيه مؤتمر هذا العام؟ بطبيعة الحال المؤتمر هذا العام يأتي في سنة استثنائية شهدت الكثير من الخروقات، سنة تأتي بعد سنة التعليم التي كان يفترض فيها أن فعلا نؤسس لسنة للتعليم، فعلا في كثير من الخروقات تتعلق بطلاب في الداخل والخارج ما يتعلق فيها بمركب الجامعي الجديد التي تم نقله الطلاب السنة الماضية
كلية التقنيات وكلية الطب وهذه السنة كلية الأداب، ولم تتوفر فيه أبسط مقومات مركب شامعي، فالطلاب يتوفرون على خدمة نقل وما أدى أزمة حلت مؤخرا ببعض الحلول الترقيعية اللي في النهاية ليست حلول مستمرة، حلول دائمة، لما هي حلول ترقيعية يتوفرون على مطعم لا على حي سكني، وبالتالي ينضاف إلى ذلك قطع منح مئات الطلاب في الداخل ما يتعلق طلاب سنة ثالثة ليسانس، طلاب الماستر، مساعدة الاجتماعية، قطع كذلك منح مئات الطلاب في الخارج السنة الماضية، وحتى حرمان الطلاب من تمثيلهم في بعض المؤسسات، بعض الهيئات مثل اللجنة الوطنية للمنح، وهو حق يكفله لهم القانون منذ سنوات، وهو حق انتزعه الطلاب. ينضاف إلى كل ذلك ما شهدناه من تراجع خطير عن دمقات التعليم العالي متمثلة في كثير من القرارات التي تمس على سبيل المثال تعيين العمداء إلى غير ذلك من القرارات اللي فعلا تعد انتكاسة خطيرة في مجال دمقات التعليم العالي. نعم، ما الذي حقق الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا على مدى 15 عاما، وهل تتناسب الإنجازات مع عمر الاتحاد؟ بطبيعة الحال الاتحاد تأسس سنة 2000 تقريبا ما يناهز 16 عام من العطاء والبذل. فعلا الاتحاد قدم الكثير، نحن فعلا نأمل أن يقدم الأكثر، لكن بالحقيقة الناظر لإمكانيات مستوى إمكانيات الاتحاد وحتى مستوى التي وصل إليه التعليم العالي الوطني والكم الطلابي اللي موجود، أعتقد أن الاتحاد أنجز الكثير، وأن الكثير من القرارات والكثير من التطور الذي حصل على مستوى التعليم العالي يعود فيه الفضل بعد الله تبارك وتعالى للاتحاد الوطني طلبة موريتانيا. ما قدمه مناظريه من جهود، من تضحيات، يعني تضحيات جسام، من اعتقالات، من ضرب، من تنكيل، من الكثير من الأشياء، من تضحيات بذل المال والنفس والجهد، كل شيء طبيعة الحال كان لها تأثير، وتأثير مهم جدا. نحن طبعا لا نرضى عن الواقع الذي تعيشه مؤسساتنا التعليمية، لا نرضى عن الواقع الذي يعيشه الطلاب، نأمل فعلا أن يتطور الواقع إلى الأحسن، لا نرضى بهذا الواقع، لكننا فعلا نعتقد أن الاتحاد الوطني طلبة موريتانيا وكذلك أنه حقق الكثير، وأنه يعود إليه الفضل في الكثير من الإنجازات المتحققة، وإن كنا لا نرضى بالمستوى اللي حاصل في المستوى على مستوى التعليم العالي بشكل عام. نعم، انطلقت المؤتمر عرفة حضور شخصيات سياسية معارضة، لا يؤكد ذلك التهم الموجهة للاتحاد بتسييس العمل الذي يقوم به العمل النقابي. طبيعة الحال الاتحاد الوطني طلبة موريتانيا مؤسسة مستقلة لا تتبع لا لجهات معارضة ولا لموالات، تهدف الأساس لخدمة الطالب. باعتقادي الشخصي أن من بين الحضور كان هنالك شخصيات من المعارضة، وشخصيات من الأغلبية، وشخصيات من مختلف مكونات المجتمع المدني، من نقابات عمالية، من أساتذة، من جمعيات ثقافية إلى غير ذلك، ونواب برلمانيين. وبالتالي الحضور كان يمثل فعلا كافة أطياف هيئات المجتمع المدني، من سياسيين وهيئات مجتمع مدني، نقابات، وحتى جمعيات إلى غير ذلك، وحتى السياسيين الحاضرين معنا كان خليط، يعني فيه معارضة وفيه موالات إلى غير ذلك، لأننا فعلا حريصين على توصيل يعني توطيد علاقاتنا بمختلف مكونات المجتمع المدني بشقيه، الاجتماعي والسياسي. في المرحلة القادمة ما هي أولويات الاتحاد بعد هذه الانتخابات؟ الاتحاد الوطني طلبة موريتانيا أولويات، طبعا نحن مواصلين في المسار، والمؤتمر اليوم يأتي تعزيز وتكريس للمسار الذي انتهجه الاتحاد الوطني طلبة موريتانيا. على رأس الأولويات يعني الاتحاد الوطني طلبة موريتانيا مجابهة ما يحصل الآن وما تقدم عليه الوزارة من انتكاسة خطيرة في مجال التعددية والحريات النقابية الموجودة في الحرم الجامعي إلى غيرها من الحريات، كذلك تطوير المنظومة بشكل عام، المنظومة الخدمية، المنظومة الأكاديمية إلى غير ذلك من التحديات، هو ما ناقشه المؤتمرون اليوم من ورقة استراتيجية الاتحاد للمرحلة القادمة ناقشها المؤتمرون، كذلك تطوير عمل الاتحاد من ناحية المؤسسية، ناقش المؤتمرون النظام الأساسي للاتحاد وصارت عليه تعديلات، ناقشوا كذلك تقييم لعمل وأداء المكتب التنفيذي الماضي، وقدمت جملة من التوصيات، نرجو إن شاء الله أن يكون مخرجات المؤتمر لها دور إيجابي في تعزيز دور الاتحاد وتعزيز مؤسسة الاتحاد، كذلك النهوض بالمنظومة الأكاديمية والجامعية بشكل عام. نعم، تحدثت قبل قليل عن انتكاسة في الحريات، فيما يتجلى ذلك؟
جل ذلك في ربما مشاهد التقرير يعرف أن السنة الماضية كانت سنة استثنائية شملت الكثير من التنكيل بالطلاب واقتحامات متكررة التي قامت بها الشرطة داخل الحرم الجامعي. طلاب خرجوا لا يطالبون بشيء سوى توفير نقل لهم، توفير وضعهم في ظروف ملائمة تتماشى وطبيعة الرسالة يعني العظيمة التي يحملونها، وبالتالي كان التصرف معهم تصرف غير لائق بدلا بتوفير المطالب تم التنكيل بهم إلى غير ذلك من القرارات التي تتعلق بانتخاب مثلا انتخاب تعيين العمداء بدل انتخابهم، إلغاء تمثيل الطلاب في المجالس، تراجع عن الكثير من المكتسبات اللي كانت موجودة وكانت قائمة لا يسمح الوقت فعلا بسردها. لعل ذلك من أبرز ملامح وتجليات الانتكاس التي حصلت هذا العام. ماذا عن العمل النقابي الموحد وعن تعاملكم مع النقابات الطلابية الأخرى؟ نعم ولله الحمد النقابات الطلابية كانت اليوم حاضرة معنا كلها. نحن في الائتلاف الموحد للنقابات لهذه السنة، معظم الأنشطة تأتي في إطار ائتلاف موحد للنقابات لأن القضية قضية إجماع طلابي فيما يتعلق بمختلف المشاكل الخدمية والمشاكل الأكاديمية إلى غير ذلك، وبالتالي هنالك وحدة حقيقية فعلا بين الطلاب. وأغلب الأنشطة التي شارك فيها الاتحاد هذا العام من وقفات ومن مسيرات واحتجاجات كانت في إطار الائتلاف الموحد للنقابات، وبالتالي فعلا هنالك شراكة قائمة نحن الاتحاد عريصين عليها ونسعى فعلا لتطويرها، لأنه فعلا النهاية الهدف النهائي لمختلف النقابات هو خدمة الطالب والدفاع عن مكتسباته واستجلاب حقوق ضائعة. نعم، ما طبيعة الشراكة التي القائمة بينكم وبين النقابات الأخرى أو الاتحادات الطلابية الأخرى؟ هو اللي أكدت عليه، عن نحن في الائتلاف موحد تقريبا منذ سنتين تقريبا تم تأسيسه، وعن معظم الأنشطة النضالية والمطالب والعرائض حتى تقدم باسم الائتلاف الموحد، وصف الاتحاد جزء من الائتلاف الموحد. نحن حريصين فعلا على توحيد الرأي الطلابي وتوحيد كذلك صفوف الطلبة، وفعلا هو أمر حاصل ولله الحمد، لأنه في هذه السنة كان أغلب الحراك النضالي هو حراك مشترك بين مختلف النقابات، لأن فعلا المشاكل المطروحة نتفق عليها جميعا ونسعى فعلا لإيجاد حلول لها جميعا، بالتالي نحن فعلا سعداء بهذه الشراكة القائمة، نسعى فعلا لتطويرها ولاستمرارها ونرجو أن يتحقق ذلك إن شاء الله. نعم، محمد سالم والمحمد علي رئيس المؤتمر العام الثامن للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، شكرا جزيلا لك. تتواصل بالعاصمة نواكشوط ورشات الأيام التشاورية لإصلاح الصحافة في موريتانيا، حيث يجري نقاش موسع لإشكالات التنظيم الصحفي وأخلاقيات المهنة وتحديات إدارة وتمويل المؤسسات الإعلامية، ويتطلع الصحفيون الموريتانيون إلى مزيد من ترسيخ الحريات والحقوق للصحفيين ومعالجة الاختلالات البنيوية القائمة. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. تدارست ورشات الأيام التشاورية لإصلاح الإعلام لليوم الثالث على التوالي إشكالات أخلاقيات المهنة وتمويل الإعلام المستقل ودور الصحفيين وتوصيفاتهم القانونية، وسط نقاش متواصل يطبعه هاجس المخاوف من أن ترتبك المقاربات المقدمة من طرف هذه الأيام في تقديم حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها الصحفيون والعاملون في الحقل الإعلامي بشكل عام. اليوم في اليوم الثاني من تواصل الورشات في منتديات إصلاح الصحافة، هذا اليوم يعني يكرس لنقاش لتعميق النقاش في النصوص التي قدمت للمشاركين، ونقترب في هذه اللحظات من الحسم في إطار التوصيات، نقاش التوصيات وصياغة هذه التوصيات، وبدأ بالفعل نقاش داخل القاعات يقترب من صياغة التوصيات النهائية لإيجاد مخرجات حقيقية ستتوج هذه المنتديات. منتجات الإعلام بنوافذها المختلفة لاقت نقدا قويا من طرف المتدخلين في مختلف الورشات، إذ يجمع المتحدثون على نقد العديد من الاختلالات الممارسة من طرف الصحفيين والمخلة بمعايير المهنة وقيم مواثيق الشرف الأخلاقية للصحفيين. حسب ما أرى أن النقاط الأساسية لإصلاح هذا الحقل هي أولا معرفة من هو الصحفي وتحديد كيف يكون صحفيا من ناحية المؤهل العلمي، من ناحية
العمر الناحية العمرية، لأننا نجد حتى الآن نجد الآن قُصّر يدخلون هذا الحقل. ويعلق الصحفيون آمالا عريضة على إمكانية تجاوز الكثير من العوائق التي كشفتها التجربة والممارسة في السنوات الماضية، والتي خطت فيها البلاد خطوات جسورة في ممارسة الحريات الإعلامية. ويعبر العديد من المشاركين عن أمنياتهم في أن لا تكون هذه الأيام فرصة ضائعة لحل وتجاوز المشكلات العالقة عبر حلول ناجزة نابعة من التجربة الواقعية للإعلام الموريتاني. قال الأمين المدير العام لشركة البث الإذاعي والتلفزي بموريتانيا جيهو السيداتي إن الشركة تسعى إلى نقل الباقة الموريتانية من العربسات بدر 5 إلى بدر 4 لضمان تغطية أوسع ستشمل العديد من الدول الأوروبية. أضاف السيداتي أن الانتقال الجديد سيضع حدا للعزلة التي كانت تشكوها العديد من الجاليات الموريتانية بالخارج، وأنه لضمان الانتقال في ظروف سلسة ستبقى الباقة الموريتانية تبث على القمرين الصناعيين بدر 4 وبدر 5 حتى نهاية سبتمبر 2016. يسعى البث الإذاعي والتلفزي اليوم إلى نقل الباقة الوطنية من القمر الصناعي عربسات بدر 5 إلى بدر 4، ويهدف هذا الإنجاز إلى ضمان تغطية أوسع للقنوات التلفزية والإذاعية المكونة للباقة الوطنية على الحزمة كيو ليشمل العديد من الدول الأوروبية التي لم تكن مشمولة بالتغطية بدر 5. ونذكر من بين الدول المستفيدة والمستهدفة من خلال هذه التوسعة فرنسا وإيطاليا والنمسا وألمانيا وبريطانيا، حيث تقيم جاليات موريتانية معتبرة، بالإضافة إلى إيرلندا والنرويج والدنمارك ورومانيا واليونان وبولندا وغيرها من البلدان الأوروبية. وسيضع هذا الانتقال حدا للعزلة التي كانت تشكوها العديد من الجاليات الموريتانية المقيمة في هذه البقاع من العالم، والتي أصبح بمغدورها اليوم التقاط برامج الباقة الوطنية بجودة عالية. أعلن بالعاصمة نواكشوط عن اختتام برنامج يعنى بخفض وفيات الأمهات والأطفال استمر على مدى 4 سنوات، ويتضمن البرنامج محورين أساسيين، أولها يتعلق بدعم قدرات المراكز الصحية، والثاني يخص التحسيس بالمشاكل والتحديات التي تسهم في وفيات الأم والطفل. هذا البرنامج اللي اليوم متباركين معنا نعدروني نختمه، هو برنامج بدا من سنه 2013 الى 2016، وهو برنامج لخفض وفيات الامهات والاطفال. وهذا البرنامج يدعم برنامج وزاره الصحه، وهذا الدعم جعل نوعين: اولا دعم قدرات المراكز الصحيه، كيف لوبيتال الامومه والطفوله وكيف لوبيتال ناسيونال وكيف الطب السانكيم. وفي جانب ثاني، جانب كان المواطنين، تحسيس المواطنين على المشاكل اللي اكثر اللي تعيق المراه وتعيق صحتها، وممكن عنها تساعد في وفيات الامهات والاطفال. وهذا المشروع وافي للسنه، ويلا يبدا سنه 2017 الى 2020 ان شاء الله. إلى الشأن الفلسطيني، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الأربعاء بلدة بجنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأخضعت عددا من الشباب من الشبان للتحقيق الميداني. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أوقفت عددا من الشبان في شوارع البلدة وحققت معهم ميدانيا واحتجزتهم لبعض الوقت قبل أن تخلي سبيلهم. نتابع. اقتحمت قوات الاحتلال الأربعاء بلدة مدمى جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأخضعت عددا من الشبان للتحقيق الميداني. أفاد شهود عيان للمركز الفلسطيني للإعلام أن عددا من جيبات الاحتلال اقتحمت البلدة بشكل مفاجئ وشرعت بأعمال تمشيط في العديد من المناطق. أضاف الشهود أن قوات الاحتلال أوقفت عددا من الشبان في شوارع البلدة وحققت معهم ميدانيا واحتجزتهم لبعض الوقت قبل أن تخلي سبيلهم.
بدوره قال المواطن مشاهد قطم سكان البلدة أن الجند اعتقلوا الشاب فادي حكمة فرج من سكان القرية، وتتعرض البلدة المتأخمة لمستوطنة يتصاهر لاقتحامات مشابهة ونصب حواجز طيار على مداخلها. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم الأربعاء مواطنا من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية خلال مروره على حاجز عسكري. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معين ضبابات 30 عاما على حاجز عسكري مفاجئ قرب طوباس، ونقله إلى جهة مجهولة بعد إيقاف المركبة التي كان بداخلها. يذكر أن العشرات يعتقلون شهريا على الحواجز الثابتة والمفاجئة التي تقطع أوصال الضفة الغربية وتعد ممرات إجبارية للمواطنين. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة، وقد تابعتم فيها الرئيس الموريتاني يشرف على انطلاق الحملة الزراعية للموسم الجديد، ووزيرة الزراعة تقدم الإجراءات المتخذة لإنجاح الحملة. تواصل أعمال الأيام التشاورية الخاصة بإصلاح الصحافة في موريتانيا، والمشاركون يتوزعون على عدد من الورشات العلمية. انطلاق المؤتمر العام الثامن للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وسط حضور بعض الشخصيات السياسية والحقوقية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.